مساء الخير يا جماعة، إن شاء الله هنعمل مع بعض عمل فني. بنستخدم القلم الفحم واحنا هنا بنظلل
يستخدم برضه البومة في عمل بعض التأثيرات. بنعمل الإضاءة عن طريق استخدام الأستيكة أو الجوم. كأننا بنرسم بيها برضه. Thank you.
بتعمل إضاءات برضو على الشخص بتظهر تقسيم الشخص، بنقسمه.
شكرا جزيلا يا جماعه، وارجو ان العمل يكون عجب حضراتكم. شكرا جزيلا.